لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من الرميم. أمل من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 بمعرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظره ضعيف. ده ابن حضرتك وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. في حمز. أنا عندي سؤالين. أوي أوي إحنا جاهزين مش جاهزين يا أمي؟ طبعا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا أنا ما أسمحلكش. أنا قلت لا حاجة. لا من فضلك. في يا أستاذ؟ أنا صعيدة. لا لا يعني إيه ست تصرف على راجل؟ هدي أعصابك. اعقلوا كلمة. صبر بس نفسك. في يا أستاذ؟ اعقل الكلمة قبل ما تقول قلت حاجة غلط. هي بنت تصرف عليه. أنت عندك الصوت. أنا ما عملتش حاجة. أنت جايش في الليل. كلمة برضه. ما هي مش أنا مش عيب. أنا ما غلطتش يا أستاذ. يا جماعة يا جماعة معقولة؟ أنا ما كلمتوش. أنا جاي نهدي النفوس يا عزمي. خلاص عزمي إيه تراخر. يا جماعة دي عين وصابتنا. أنا آسف. طيب يعني الأستاذ حمزة معاه إيه؟ 128 سماوي 31 خضرة بيدور وهيقصد قريب إن شاء الله. معاه معاه ربنا يا فندم. كلنا معانا ربنا في القعدة دي. ونعم بالله. طبعا ونعم بالله. يعني هو خريج إيه؟ حمزة مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. أمال؟ بيعرف يغني؟ ده أنا مربيه على الطرب الأصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا. كامل الخلعي طبعا. حسن ابو لخد علي علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام على عمري ضيعته على الاوهام. قادر تندمني على الايام على عمري ضيعته على الاوهام. يعني تظلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له؟ ايه ده؟ دي رائعة من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عاملة اعلى ايرادات في المهندسين. اسأل شهاب ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه تاني. معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عن مساعد. ما ترفس نفسك انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نروح ايه بس يوري اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. ومين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب انا جاي معادي بالثانيه. الله ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عيط منك في الشارع. لا ما تعيطش والنبي عيط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش تعالي انت هتركبي معايا. ليه؟ تعالي يلا بلاش وقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه طيب؟ انا اشرح لك. تعالى اركب معايا انا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه؟ بعدين لو عندك ملايه بيضه غطي بيها العربيه. انت بتركبي جمل يا انجي. السلام عليكم. خمس تذاكر ها اخر صف على اليمين. معاك 70 جنيه ها؟ معاك 70 جنيه؟ معاك 70 جنيه؟ خمس تذاكر تجيبوا ايه؟ خمس تذاكر معاك 70 جنيه؟ الباقي الباقي يا راجل الباقي الباقي. لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. ايه؟ كل واحد فيكم يدفع 20 جنيه. يا عم هنديهم لك الحساب يجمع. ها جبت كام تذكره؟ خمس تذاكر. والخمسه بقى لمين ان شاء الله؟ مش بسوني جاي معانا يا دقيقه. هو كل شويه بسوني تطلع في الخروجات. بقول لك ايه؟ السلام عليكم. ازيك؟ يا حلو ده قوي. يلا يا جماعه الفيلم بدا ولا لسه؟ اه تقريبا ابتدى. طب يلا يلا اتفضل. Hey!
عجبك الفيلم؟ عجبني قوي يا بسوم، بس انت مش متخيله بحب الافلام الرومانسيه قد ايه، بحبها قوي قوي قوي. انت عارفه ان فيكي حاجات كتير حلوه خدت بالي منها، بس مش عارف ليه مصممه تبقي كده. كده يعني ايه؟ يعني السهر، الشله، لبسك في بعض الاوقات. انجي انت ممكن تبقي انسانه تانيه خالص واحسن. بس وين انت فاكر ان انا مبسوطه كده؟ طب اقول لك على سر. يا ريت. انا اول مره حد يتكلم معايا كده، اصحابي دايما بيجاملوني، بس وين انا مش لاقي البني ادم اللي يغيرني. طب لو لقيتيه تتغيري بجد يا انجي؟ يا ريت الاقيه. هو فين؟ يعني واحد يخش في وسطين ياخد انجي ويخلع؟ انت عارف ان انا بحبها. جراء عم طارق، انت هتعملهم عليا انا؟ انت عمرك ما حبيت انجي اصلا. بعدين دي حكايه قديمه قوي. الله، معنى كده انك هتسكت على الموضوع ده؟ دماغك شويه يا عم مانشستر. سلام يا كابتن. انا بقى مش هسكت. صبح 3 دايز. قصدك ايه اللي بالقرد؟ دلع القرد. عارف يا دنوفا اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لو هتومك دماغك العالية حبيبي قلبي. امسك قشطة. انا عايز النهاردة تبقى فضيحة بجلاجل، مش عايز اي هبل. ما تقلقش سعادتك خالص يا باشا، اعتبر جلاجل وقفلهم على باب العمارة. انا محضر كبسة فوق النمرة واحد. انا عايز علاقة بسيوني بانجي تتدمر النهاردة. اعتبرها اتفشخرت. قول لي يا حمزه، ده مكان جديد بتضربوا فيه ولا ايه؟ يا عم انا ما اعرفش اي حاجه، كل الموضوع ان طارق قال لي هات بسيوني عشان اعمل لكم مفاجاه بس. يا سلام بقى لو المفاجاه دي قلق رشدي اباظه كده في الرجل الثاني وبيلف لي معاك. يا عم ايه الافلام لابد دوريس اللي انت عايش فيها دي؟ يلا بينا. اه طارق ايش ايه اللي اخرك؟ هو ده ينفع؟ هو حمزه ما قالكش ان انا اعمل لك مفاجاه ولا ايه؟ وانا جابني غير ان في مفاجاه. يا جماله هروقك النهارده. امسك. ما انا حاسس ايه صباع كونه ده. ماشي يلا. ايه مالك انت؟ ولا حاجه. انا هتضرب ليك يا انا مش متفائل. خليك تقيل. اختم الحجر. قشطه فايزه. اي ميس يو. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. طب عليا مباركه نوسه. بقول لك ايه، العريس بتاع النهارده اسمه بسيوني، عايزه يتدلع احلى دلع عشان ده متوسع عليه من فوق. سامع يا توع عندك؟ شفت بقى؟ صباح الفل يا حسن. ايه وكاله من غير بوابه ولا ايه؟ ليه بس؟ انتوا مين بالظبط؟ جاي لك عن طريق نوفل حبيبك. يا ما جابوا الغراب لامه يا اخويا. مين ده؟ ولا فاهم حاجه بس شكله جامد قوي. انتوا ايه بالظبط؟ افنديه ولا كرنهات ولا مريشين ولا ايه الوضع؟ المهم هنروقك. روقني؟ اه. يا عم احنا داخلين المطار في ايه؟ خليك في حالك يا جدع انت. اللي معاه كاميرا فيديو سلمها في الامانات، كاميرا فوتوغرافيا تسلم في الامانات. لو في لب ابيض. يا عم انت خليك في حالك. يا عم حاضر. بقول لك ايه، انا مش مستريح لك. طيب. واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. طبعا نوفل فهمكم على النظام بتاعنا. ايه يا ساعه زمن واحده بس. اعمل فيها ايه الساعه دي؟ يا انا انت مش ناقصك تخش الاوضه ما تطلعش غير بعد ساعه. اللي يتعب يريح في الاستراحه. مفهوم؟ مفهوم. ما تحطيش روج كتير بيلخبط الدنيا. كفايه بقى فوزيه وتعالي. أنا مش فاهم أنت تعب نفسك ليه؟ هو أنا غريب؟ في إيه يا نجد؟ في إيه مستعجل عليه؟ لا أصل علشان وراي مواعيد الصبح بدري. إيه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعة دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك.
ايه اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ وايه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان. بحبك يا ابني. بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار اسود مبسوطه. ايه ده؟ انت عندك واحده جوه؟ انت بتخوني يا عزمي. وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدك؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الانابيب. كويس، خليه يغير انبوبه السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي انبوبه منفسه. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عننا. غوري ترمبيطه داخل عليا. بقول لك غوري ايه يا شباب؟ بقول لك يا طارق، لازم تقول لي انت ناوي على ايه بالظبط. مالك يا حمزه اتغيرت كده ليه؟ انا عايزك النهارده تسيب لي نفسك خالص. اقدر ايه؟ هو في موزه بتلغيك ولا ايه؟ موزه ايه يا عم؟ دي ماتت قبل كده 3 مرات. مش هتطلب لي حاجه؟ ايه؟ اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة المرحومة. يا ست اهدي، انا جيت هنا غلط. امال انت جاي ليه؟ جاي اخد درس. سيبك بقى من الدروس الخصوصية، ده انا المنهج. بص بقى، انا هخلص لك المكرر كله في ساعة زمن. اه انا فهمت. ساعة واحدة مرة. الله يحرقك يا طارق، وانا اللي كنت فاكر هخلص على القضية. شوفي انا هديكي 50 جنيه كده بيني وبينك يعني، بس عايزك اما تخرجي برا سياح بقى وزغرق تقولي عرباجي كان معايا في العشق. الغنى ولا الغنى يا وقت؟ ده انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة ورميني لأي قطة. انا كنت بحب ستة، دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة. مجنونة تبدأ سعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخده هوايه مش زي ما انت فاكر. ايه يا شيخ، على رايك ان بعد الظن اسم وانا اللي كنت فاكر. يا فجر السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ايش تكبر، الزفه وصلت والفرح فرحنا. انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع كده، حتى ركب موبايلك. شيخ قد ايه الشبكه اتمسكت؟ طب وبشوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا عفوا 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 يلا حازم حازم اوعى تفهمني غلط. فوزية اظن انت كده جاهزه بقى ومفيش حاجه هتشغلنا. عايزك تصحصحي معايا بقى. اوعي تنامي. ايه ده؟ تليفون ولا هتردي؟ كاننا عازلنا ولا اقول لك كاننا متنا. متنا ايه؟ لا لا رد على التليفون اللي يكون حاجه مهمه. رد. الو مين؟ حازم عاوز ايه يا زفت؟ اتفضلي يا ست، اديني غيرت له الكالون جاري في التليفون. نعم بتقول مين؟ مسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. فوزية يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انت طالق؟ نعم يا فندم، سعادتك متحفظ عليه. اتفضل يا فندم. هو فين؟ رغم انه دفعتي يا فندم سعادتك، وانت عارف ان الدفعه بتحن، لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضة هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم. بسيوني بسيوني جوه يا فندم. اتفضل. البدله البيضة كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا، اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين انت؟ هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟ في الأوضة دي؟ أوضة في الدور الأرضي سقفها واطي، ليها شباك متر في متر على الشارع، ستايرها حمراء. هو أنا مهندس ديكور يا فندم. أنت ما تنفعش سمكري سيارات. ما أنا قلت لسعادتك يا فندم نقل من الآداب دي. أنا ماليش في الآداب يا فندم، مش بعيد أجي ملفوف بملاية أنا كمان. يا فندم افهم، زميلك
كان في مهمة رسمية. إيه؟ وإنت بوصي المهمة دي؟ ابقى قابلني. لو أمك بعد عيالك محدش في الوزارة ياخد خبر بالحكاية دي. يا فندم انقلني المطافي. مطافي؟ ده انت تبوس ايدك لو وقفوك على مدفع رمضان. ما يجراش حاجه يا فندم، المهم ما بقاش في الشغلانه دي بالذات. انا تاكدت دلوقتي ان الغباء في العيله عندكم بالوراثه. يا فندم انت بالعيله دخلها ايه؟ يا فندم انا كنت رايح اكتشف المكان، ما اعرفش ان في دعاره. وبعدين انا كان بيتهيألي ان الراجل الكبير يعني اللي بيديهم المخدرات هناك. بيتهيألك حضرتك شغال في مباحث تهيؤات؟ يا فندم بسبب اللي انت عملته ده انا اضطريت اكشف كل اسرار المهمه للزفت اللي اسمه حازم. ايه اخر اخبار المهمه؟ معلوماتنا بتؤكد يا فندم ان الشله بتتردد على مكان اصحابه بيتاجروا في المخدرات. المكان ده عوامه وكله موجود هنا يا فندم في التقرير لسعادتك. في ايه تاني؟ مصادرنا بتؤكد ان اداره الجامعه بتطلع رحلات في اوقات غريبه جدا من السنه وجاري الاستعلام عنها يا فندم، وبرده كله مع حضرتك هنا في التقرير. من غير التقرير ده اقبض على كل مصادرنا. نعم. قصدي اطلع معاهم الرحله هالظابط وشوف ايه اللي بيحصل، وفيني بتقارير كافيه عن كل واحد في الرحله دي. تابعني اول باول. سلامة. ثانيا لحد هنا والاتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محمية طبيعية، فهناخد شنطنا وهنكمل الحتة اللي فاضلة ماشي. طب حضرتك من غير حسيات كده، الحتة اللي فاضلة دي حسبة كم كيلو كده؟ يعني 20-25 كيلو. يا ابويا دي القلة يا اقرب يا عم. لا 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 لا، عايزين نفضل لزاز مع بعضينا. يلا فيه. قولي يا بسيوني، انت ليه اناني وبتحب تاخد الحاجه اللي مش بتاعتك؟ انا عمري ما خدت حاجه مش بتاعتي، ما يمكن غيري هو اللي فاكرها بتاعته. انت شايف كده؟ ايه يا جماعه، هي مش اللعبه دي سؤال واحد ولا ايه؟ يا جماعه انتوا مالكم سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني. ها انجي خضتني يا حمزه. ايه؟ بصي بقى، انت بقالك كام يوم كده متغيره، مش انجي اللي احنا نعرفها بتاعت زمان. ممكن نعرف ايه السبب؟ السبب ان الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ما حسيتوش قبل كده، يعني تقدر تقول كده